النور وقف لي قدامي بحال البوطو. قال لي وكيل الملك ثبت. قلت له كيفاش ثبت؟ قال لي جبت البطاقه الوطنيه نعرفوك وكيل الملك. قلت له دي البطاقه الوطنيه ما عنديش ولكن عندي وسيله اخرى ديال الاثبات. قال لي واش بدها؟ جبت التليفون. قلت له غنعيطوا على البوليس ديال الدائره 10 دار يجيو عمو قرابين. اولا دي القضيه يلا معايا لتما للدائره وتعرفني واش وكيل الملك ولا ماشي وكيل الملك. والهو بدا كيخنقني من حوايجي بواحد الشكل مفاجئ. ما بقيت غير حاير. بقيت غير حاير. قلت له اش كدير بنادم؟ كتعدى على وكيل الملك وراجل كبير بنادم اش كدير؟ اش كدير؟ ما عرفتش واش صحابو دخلوا بيناتنا ولا ناس ماشي وحدين دخلوا بيناتنا. شي ناس دخلوا بيناتنا وتفرحوا. كنحيد لي البورطابل حيدوا لي الصحه. شيئا وهو خير لكم. انا فعلا تصبت بهدف هذه الأذية هذه ولكن في المقابل اخوتي الله تعالى رزقني انني نصل الرحم مع واحد المجموعه كبيره وعريضه من الاحبه الاخيار. لمشاهده برامج قناه تيليماغوك تابعونا على فيسبوك وانستغرام واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد.